عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غندير معكم فلوغ ديال نهار، يعني نهار صبحنا في شفشاون. هذا حنا دابا فين خدينا الدار، هي هادي ما شاء الله على هاد المدينة، ما شاء الله عليها غزالة. هاو ندخلو للدار نفرجكم في دارنا. دابا هادي هي الدخلة ديال الدار، كندخلو دخيلة عندهم. هي هادي دار غزالة، حاطين سالامونجي في الدخلة، غندخلو لاكويزين. كويزينة راه صغيرة راكم عارفين، هنا راه غير ديور الكرا، هادو ماشي ضروري تكون شي حاجة سبيسيال. دابا ملي خرجنا من لاكويزين غادي نمشيو هنايا، في كاين هانتوما غزال عندهم داك الشي ما شاء الله. هنايا كاينه لا شومبر الاولى ديال الناس، ها انتما ما شاء الله تنسينا. هنا غزاله غزاله غزاله، الجو بارد وزوين والشتا تبارك الله. ملي وصلنا الشتا خدامه ما شاء الله. ها انتما يعني روعه. هذيك لا لومبرا ديالي انا اللي جايباها معايا ماشي ديالها. هانتوما هذا الصالون، شفتوا هذا السقف، هذيك الشعره ماشي بولها، راهي الشعره ديال الشرجم تبارك الله. هانتوما ديال الفريش انيق غزال. هانتوما ها ترى جوج شراجم كاينين في الصالون، ما تدوش على روينتنا دوك غير حويجاتنا. هادو التلفازة، ها انتو تبارك الله السقيف دايرين فيه هاد النقش غزال. هادا هادا فطورنا، حطينا هاد غنفطرو، غنكمل بكم الدورة في الدار ونجيو نفطرو. حنا راه غير جوج الناس، درنا مخيمرات عجناهم إوا درنا فطيرنا وغادي نفطرو، نكمل ليكم الدورة بعدا. هانو هاو هاد نعجب، هانتوما دابا غادي نديكم شومبر دو نوي. ننزلو من هنا، كاين هاد الكليسة دايرينها هنا. ديرين بزاف فريش تقليدي غزال، هادي لا شومبر لي دايرين، تا هي دايرين لا نقش غزال في السقف.
ها هو البراد ديالنا. ها نتوما البنات، انا رجعت لكم من بعد ما وجدت الغداء ديالي، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الكومنتيرات ديالكم الزوينين واللايكات، واللي مازال ما مشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد القناه، وشكرا لكم على تفاعلكم.